يتخبط نظام السيسي في أزمة مالية خانقة، ديون فاقت 130 مليار دولار، جنيه ينزف تخطى حاجز 30 أمام الدولار، خسائر بالجملة لبورصة مصر وأسواقها المالية. وجد النظام الحل السحري، أموال وممتلكات جماعة الإخوان. برلمان السيسي أعاد طرح الموضوع عبر مشروع قانون سينشئ بموجبه صندوقا جديدا تحت رعاية السيسي شخصيا. تقدمت الحكومة بالقانون بعد 9 سنوات كاملة من مصادرة أموال وممتلكات الجماعة المصنفة إرهابية. مناقشة القانون تمت بعيدا عن تغطية وسائل الإعلام، وتقول التسريبات إنه سيجيز بيع الأصول والشركات والممتلكات لجهات أجنبية، الأرجح أن تكون إماراتية أو سعودية. يمنح المشروع الجهاز الجديد سلطة التعاقد مع شركات والمشاركة بحصة عينية، وهو مقدمة لطرح تلك الممتلكات مدارس، مستشفيات، شركات للبيع للأجانب. في سبتمبر 2013 محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت حكما بحظر جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة وأموال قيادات أو شخصيات قريبة منها. نجم الكرة المصرية محمد أبو تريكة كان من ضحايا القانون المنتهك للدستور وحق الملكية الخاصة. استيلاء الدولة المصرية على أصول وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين يقوض سياسة القانون، وقد يزيد من الانتقادات التي توجهها المنظمات والمستثمرون الأجانب إلى النظام. لم تكشف السلطات المصرية عن قيمة ما صادرته، ولم تقدم لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان أي معطيات دقيقة عن حجم الأموال والممتلكات المصادرة. إعادة الملف للساحة في الوقت الراهن يراه كثيرون تكتيكا آخر للهروب من أزمات نظام السيسي الاقتصادية وإلهاء المصريين بملف قديم مستهلك إعلاميا، فيما يراه آخرون تشريعا لاستيلاء السيسي شخصيا على عدد من الأموال والممتلكات المصادرة. الآن يعتزم السيسي الاستيلاء على هذه الأموال خالصة له دون تدخل من قبل أي أجهزة رقابية، كما هو الحال في العديد من الصناديق مثل صندوق تحيا مصر. تحيا مصر. لا يعرف المصريون كيف يتصرف السيسي في أموال الصناديق، بينما يتصاعد غضب الشارع المصري من كثرة الصناديق والاقتطاعات المالية، بينما ينهار الوضع المعيشي والاقتصادي وتقف مصر على حافة الإفلاس.